أنشأ صاحب مطعم سعودي مزرعة أسماك في وسط الصحارى الشاسعة ببلدة رفحاء السعودية، مغامرا بالدخول في منطقة مجهولة لتوفير المأكولات البحرية لمنطقة نائية على مقربة من الحدود السعودية العراقية. ويستخدم صاحب مشروع المزرعة والمطعم إنتاجه من المزرعة لتزويد مطعمه بالأسماك الطازجة، فيتيح الفرصة لزبائنه باختيار الأسماك الحية التي يرغبون في استخراجها من المزرعة وطهيها وتناولها. كما تعلم منطقتنا صحراوية ولا يوجد أسماك ولا منتجات أسماك في مناطقنا، حتى المناطق المجاورة لمنطقة الحدود الشمالية لا يوجد مزارع أسماك، والناس بحاجة للنوع هذا من المأكولات. فالحقيقة الإنسان اللي يبغى يتميز وينجح يبحث عن مجال لم يطرقه أحد. استخدمت النوع سمك الكارب من الأسماك المفيدة، مجدية اقتصاديا، تكبر بسرعة ولحمها لذيذ، تكاد تكون غير موجودة في المملكة. استخدمت صبعيات عدد صغير يمكن على تجاوز أصابع اليد من خارج المملكة، قدرت أوصله هنا. عملت عليه تجارب على المياه المنطقة، طلعت ناجحة والحمد لله، أعطت أوزان كبيرة جدا قياسية تعتبر على المناطق الثانية. الفكرة مميزة وفريدة من نوعها في منطقة صحراوية، يعني قل ما تجد مثل الفكرة هذه، أنه تلقى أحواض سمك حية وتم اختيار السمك معرفتك، كذلك طريقة اللي هو نسميه احنا مسقوف، الطريقة هذه كذلك قلما تجدها يعني في منطقة مثل الجزيرة العربية.